عسكري من أجل الدخول في أجواء المباراة بشكل أحسن. إذا سنتابع الجولة الثانية بعد لحظات بطبيعة الحال. نتمنى الجولة الثانية أن ترقى إلى حسن المتابعة لمشاهدينا الكرام بطبيعة الحال، والأكيد بأنه الرغبة في الوقوف على إمكانيات اللاعبين بطبيعة الحال، الإمكانيات التقنية بطبيعة الحال، خصوصا للاعب فريق الجيش الملكي المقبلين كما قلت على تجربة جديدة مع المدرب القادم الجيش لفريق الجيش الملكي، والمدرب الذي كان قد ناخبا وطنيا كذلك في المنتخب الأول وكذلك في المنتخب المحلي وكذلك مدربا لفريق الجيش الملكي العديد من السنوات وحقق معهم 5 ألقاب. إذا مشاهدينا الكرام، الجولة الثانية انطلقت بطبيعة الحال، وأكيد بأنه هذه الجولة ستكون فرصة من أجل الوقوف عن مستوى الجولة الأولى لعديد من اللاعبين بطبيعة الحال. وسط الميدان الآن ياسين كردي، يرجع كرة الوراء للحارس مروان فخر، أعتقد بأنه إصابة أحد لاعبي فريق الجيش الملكي. بالفعل إصابة أحد اللاعبين. إصابة اللاعب الأكتم مهدي الأكتم. جل من أنصار فريق الجيش الملكي مروان فخر، مهدي بلطام، كرة عالية، مهدي الخلاطي كان هو اللي كان لمس الكرة في اللقطة الأخيرة، سعيد البدراري، مهدي الخلاطي الآن لاعب سابق فريق المغرب التطواني. الفقية الآن محمد الشيخي. محمد الفقية الآن سينفذ ضربة خطأ بطبيعة الحال. سنتابع الآن ضربة خطأ. ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي محمد الفقيه، وتدخل مروان فخر. محاولة التسديد وتعود مرة أخرى أسامة المسكوري.
تمريرة في العمق ولكن لم تكن متابعة جيدة من أدم نفاتي. ضربة خطأ بالفعل. يوسف سكور. كرة عالية الآن. في وسط الميدان سنتابع. كرة في العمق ولكن تدخل للمهدي بل تعمل الكرة التماس. إذن سنتابع مرة أخرى تماس لصالح فريق الجيش الملكي. أسامة المسكوري هدم النفاتي. أسامة المسكوري الآن لزهير أشان. يوسف الجمعوي. ليوسف سكور. زهير مترجي. استرجاع من سعد اللمطي. يوسف العقادي. يوسف الجمعوي مرة أخرى لأدم نفاتي. أدم نفاتي ولكن أمين برقدي في المكان المناسب. ومحمد العسكري ولكن تسرع. ضربة مرمى لصالح فريق الجيش الملكي. إذن سنتابع مروان فخر. في وسط الميدان محمد الشيخي للمهدي الخلاطي. مهدي بلطام لأوشان. محمد الفقيه الآن. وتدخل الجمعاوي. موقف تسلل زهير مترجي. دقيقة 53. أمير برقدي كرة الآن عالية مرة أخرى للتماس. تتحول الآن زهير مترجي. أوشان بالفعل. إذن هنا أكيد بأنه هذه الحالة هل الحكم سيحتسب بأن أوشان شارك في العملية لأنه ولكن اللاعب الذي كان لمس الكرة هو زهير مترجي. سنتابع الإعادة.
بالفعل كان هناك موقف تسلل ولكن أوشن لم يلمس الكرة. إذن سنتابع مرة أخرى. أمير بورقادي إذن سنتابع مرة أخرى. إذن كوليبالي وسط الميدان لأمين بورقادي. العقدي مروان فخر وسام المسكوري في اتجاه أوشن ولكن كانت هناك حراسة لصيقة محاولة تمرير الخلاطي في وسط الميدان. وياسين الكردي إذا نتابع كرة عالية إذا محاولة وأمين بورقادي إذن الخلاطي مروان فخر إذن دائما الدقيقة 57 تفوق فريق الجيش الملكي بوقعدة في السفر. مباراة أكيد كما قلت يتبقى تحصيل حاصل ومباراة نهاية الموسم بطبيعة حال المدربين كيعرفوا هذا الأمر تمام المعرفة. الآن هي مباراة حضور جسدي ثابت لكن التفكير الذهني أكيد بأنها تلي فترة التفكير في العطلة بالنسبة للاعبين أكثر من التفكير في مجريات المباراة. سعيد مدرني ولكن يرجع كرة الوراء إذن ضربة خطأ ضد يوسف سكور إذن سنتابع كوليبالي والحكم كيقول ضربة خطأ لصالح فريق نتابع هذه المحاولة الأخيرة سنتابع كرة عالية ولكن بعيدة خارج ضربة المرمى في وسط الميدان
إذن تصل الآن مرة أخرى كوليبالي. سنتابع الآن هذه محاولة ولكن ضربة مرمى لصالح فريق أولمبيك فريبكا. إذن مرة ربع ساعة لنا عمر هاد الجولة الثانية، وبالتالي 30 دقيقة متبقية من العمر الزمني لهذه المباراة. حسن بالفعل في موقف تسلل في وسط الميدان كوليبالي. سنتابع الآن مرة أخرى دي سعد اللمطي. كوليبالي محاولة التمرير، كانت محاولة المراوغة ولكن تصل مرة أخرى لأسامة المسكوري لاعب بمقاومات جيدة. لاعب أسامة المسكوري تمريرة ممتازة في اتجاه أدم نفاتي. أدم نفاتي يحصل الآن على ركنية سنتابع هذا منفتي ومحاولة التمرير في اتجاه بلتام مرة أخرى لركنية. محاولة الضربة الرأسية ولكن استحول الآن. بالفعل هناك ضربة خطأ لصالح اللاعب سعد اللمطي. التمريرة في عمق ولكن مرة أخرى لضربة مرمى يمكن نقول أو ضربة خطأ تسلل ليقول الحكم. ياسين الكردي مهدي بلتام ومرة أخرى للآن لتماس يوسف الجمعوي. مهدي الخلاطي لأمين بورقادي. وسط الميدان
محمد العسكري، زهير مترجي، أسامة المسكوري. كادت أن تكون خطيرة هذه المحاولة، كان انطلاقة سريعة للاعبي فريق أولمبيك خريبكا. ثم الآن تبعد المحاولة، ولكن تدخل كان جيد. تدخل كان جيد لمروان فخر. آدم النفاتي في اتجاه أوشان، ولكن ضربة رأسية لم تكن صحيحة بطبيعة الحال. ما شاهدش المرمى بتاتا، ضربة رأسية حاول فقط الالتحاق بها لكن لم يكن يهيئ نفسه بشكل جيد. هذه التسديدة الأخيرة وكان في المكان المناسب. أمين البرقدي إذن سنتابع مرة أخرى. في خط وسط الميدان لحظات غادي يكون تغيير. في فريق أولمبيك خريبكا إسماعيل الحراش تقول بأنه هذا هو هدف الفريق على مستوى الشبان. أعتقد 23 هدف سجل في شبان الفريق. إذا المكان أدم النفاتي، كذلك فريق الجيش الملكي مصطفى اليوسفي. تغيير الآن في مهدي لكتم مكان مصطفى اليوسفي. سنتابع الآن، هذه كانت محاولة سنرجع الآن لفريق أولمبيك خريبكا. ياسين الكردي في وسط الميدان، زهير مترجي وضربة مرمى. فقد السيطرة زهير مترجي في المحاولة الأخيرة.
بعد 20 دقيقة. الخلاطي كرة الآن عالية يوسف سكور مصطفى اليوسفي محمد الفقيه ترجي في موقف تسلل إذن موقف تسلل كما قلت نزل إيقاع هذا الجولة الثانية بشكل واضح وبالتالي تابعنا جولة ثانية بإيقاع جد جد متوسط محمد العسكري ممتازة من المسكوري في اتجاه خط وسط الميدان العسكري يوسف سكور ولكن تمريرة كانت خاطئة إذن سيكون تغيير قادم بعد لحظات في وسط الميدان كورة عالية مروان فخر لم يتمكن الإبعاد كوليبالي والتسديدة كانت جانبا من عبد الصمد شكري شباب مصطفى اليوسفي هذه الكرة وكان هناك تدخل من مروان فخر محمد الفقيه الآن ورقة صفراء بالفعل لمحمد العسكري كانت محاولة حقيقية للتسجيل تابع سنتابع الآن ضربة ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي ضربة خطأ ستكون من الخطورة بمكان
على مرمى الحارس مروان فقري. إذن سنتابع تغيير يوسف أشوية مكان عبد الصمد شكري. سنتابع ضربة خطأ سدلمتي ولكن مشت شيئا مع عالية. وسط الميدان مهدي الخلاطي. يوسف سكور لكوليبالي. ياسين الكردي. الحراش الآن في اتجاه أوشن العسكري. مهدي بلطام لياسين الكردي كيرفع الكرة. كانت خطيرة هذه المحاولة، خطيرة جدا من زهير أوشن. ضربة رأسية نتابع. إذن ضربة رأسية ما مشتش بعيد عن مرمى الحارس أمين بورقدي. سكور يغادر الآن ويترك الفرصة لحمزة قلعي. وسط الميدان ومرة أخرى سنعيش اللحظات القادمة والتي تقربنا من العشر دقائق الأخيرة. سنتابع هذه الهجمة الآن لصالح فريق الجيش الملكي. سامي المسكري. ياسين الكردي. زهير أوشن. أسامة المسكري يرفع كرة ممتازة خطيرة، فرصة الهدف من كرة يمكن أقول بأنها كانت فرصة الهدف. تمريرة حاسمة كانت من المسكري. نتابع التمريرة بالرجل اليسرى في اتجاه العسكري، ما كانش في موقف تسلل. وهنا التجربة تقول كلمتها من خلال هذه اللمسة.
نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة في هذا السقوط للاعب فريق الجيش الملكي. إذن العشر دقائق الأخيرة وينفذ الآن التماس للمسكوري في اتجاه العسكري. المسكوري للجمعوي، ممتازة عملية 1-2، ولكن كان هناك تكتل جيد لدفاع فريق الجيش الملكي الذي حد من خطورة هذه المحاولة الأخيرة. التسديدة ولكن لم تكن قوية من أسامة المسكوري. إذن آخر تغيير بالنسبة لفريق الجيش الملكي سيقوم به المدرب محسن بولال بعد لحظات. كرة عالية في وسط الميدان، وسنتابع آخر تغيير. إبراهيم باكايوكو إذن دخول مدافع أوسط من أجل تأمين النتيجة بطبيعة الحال. إذن يوسف الجمعوي، مهدي بلطام، مهدي بلطام الآن يوسف الجمعوي، محمد العسكري و تذهب الأهلي التماس. يوسف الجمعوي أمامية، محمد العسكري لأوشن مرة أخرى، ولكن هناك تسلل إذن سنتابع. تنفيذ التسلل إذن آخر آخر لحظات. آخر لحظات هذه المباراة. دائما هدف للسفر، أذكر بأن نتيجة الذهاب كانت قد انتهت
لصالح فريق الجيش الملكي، بوقع هدفين لهدف، وبالتالي نعيش آخر اللحظات. حاول الأهلي فريق الجيش الملكي التسديد، ولكن بعيدة وتذهب آخر المحاولات التي ضربة ثابتة والتي كان من الممكن أن تشكل خطورة على مرمى الحارس مروان فخر. إذن آخر 4 دقائق مشاهدينا الكرام بالنسبة للاعبي فريق أولمبيك خريبكا وفريق الجيش الملكي في موسم هذا السنة، وبالتالي الحصيلة النهائية بطبيعة الحال لا للجيش ولا أولمبيك خريبكا هو ضمان البقاء بالدوري الاحترافي، وبالتالي ما كاينش هناك فارق كبير من ناحية التنقيط، لكن كذلك كما قلت فريق الجيش الملكي سعى لأن يكون في أوسط الترتيب، وبالتالي كما قلت الجيش الآن يفكر في الموسم القادم، والموسم القادم سيكون رهان كبير، ولكن أكيد بأنه هذا العمل بطبيعة الحال يجب تضافر كل الجهود وكل المتداخلين في شأن فريق الجيش الملكي بطبيعة الحال، لأنه الأكيد بأنه هذا الأمور بطبيعة الحال تضافر العديد من المتداخلين بالنسبة لتحديد مستقبل والخطوط العريضة محمد فاخر بأكيد بطاقم عمله والمكتب المسير والجمهور، يجب تضافر كل الجهود من أجل الوصول لهذا المبتغى. هنا نتحدث عن العودة بفريق الجيش الملكي لسكة الألقاب، ونتمنى الحظ سعيد للمدرب القادم جديد فريق الجيش الملكي وأيضا لفريق الجيش في تحديد أهدافه ونجاحه. هذه محاولة مصطفى اليوسفي وتدخل صمام الأمان في خط وسط الميدان بالنسبة لفريق أولمبيك خريبكا. أسامة المسكوري من أبرز اللاعبين، لاعب أكيد بأنه تلقى عروض من العديد من الأندية داخل المغرب، ولكن لحد الآن أكيد بأنه ما زال الآن يلعب لفريق أولمبيك خريبكا. على العموم آخر لحظات هذه المباراة، آخر لحظات هذه المباراة، دائما هدف للصفر لصالح فريق الجيش الملكي. يوسف الجمعوي التسديدة، لكن لحد الآن دائما التفوق لفريق الجيش الملكي. كما قلت المباراة الآن تسير نحو النهاية، مهدي بلطام العسكري لأسامة المسكوري، متجه في اتجاه زهير أشان، زهير أشان، ولكن التغطية كانت جيدة من كوليبالي. إذن مصطفى اليوسفي
ومحاولة ولكن لم تكن ناجحة، وبالتالي أعتقد بأنه على إيقاع الهجمة سينتهي هذا المقابلة في وقتها 91 دقيقة، ولكن هناك 3 دقائق كوقت بدل ضائع. إذن انتهت الدقيقة 90 الآن وندخل في الوقت البدل الضائع. فريق أولمبيك خريبكا يسعى من خلال هذه اللحظات البحث عن هدف التعديل. حمزة قلعي وأمين بورقادي، حمزة قلعي آخر لحظات آخر لحظات هذه المباراة. دائما التفوق لفريق الجيش الملكي. زهير أوشن تراجع كل لاعبي فريق الجيش، في حين فريق أولمبيك خريبكا يبحث عن التعديل. ولكن استمتع كوليبالي إذن محمد الشيخي تبع هذه المحاولة الأخيرة. إذا نعيش الثواني الأخيرة من هذا المباراة وآخر هجمة، آخر هجمة دائما لصالح فريق الجيش الملكي. وياسين الكردي يبعد، واعتقد لحظات وسيعلن الحكم عن نهاية هذه المباراة بتفوق فريق الجيش الملكي على فريق أولمبيك خريبكا بهدف لصفر، وبالتالي تنتهي الدوري بالنسبة لأولمبيك خريبكا وبالنسبة لفريق الجيش الملكي، وبالتالي الخطوط العريضة الفريقان ضمن البقاء في الدوري الاحترافي ونشط البطولة. سنتابع آخر هجمة ممتازة من المذكوري يتلاعب، ولكن بايا كايوكو وعلى إيقاع هذه المراوغة ينهي الحكم هذه المباراة بتفوق فريق الجيش.